السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي مؤسسة النظام الطاقي. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقاتنا على اليوتيوب، معكم سواح. في الحلقة دي أنا هعلمك سر وصفة أكلة كده، وجبة سحرية. الوصفات اللي أنت هتتعلمها وهتنفذها فتغير معاك بشكل سحري حالتك المادية والنفسية والاجتماعية ودرجة الوعي وكل شيء وكل جزء في حياتك. خليني في البداية رحب بيك، لو انت جديد معانا سجل اشتراكك في القناة، فعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل جديد بننشره. وكمان بدعوك انك انت دايما تكون ايجابي، شارك برأيك، تعليق، لايك. ولما تيجي تنشر الحلقة للغير زي ما قلت في الحلقات السابقة لازم تكون بنية، كل حلقة تنشرها ازرع فيها نية، وفي مدى انتشار الحلقة هتحقق النية بتاعتك. يعني مثال بسيط، انك لو بتنشر حلقة معينة ممكن تخليها بنية تحقيق امر معين عندك، او بنية انك انت تشارك الاجر والى اخره. كل ما زادت الانتشار او كل ما زادت المشاركة كل ما كنت اقرب لتحقيق نواياك باذن رب العالمين. طيب هنا هنتكلم على فكرة الوصفة، وصفة الطعام او وصفة الاكل، الوصفة السحرية. خلينا اديك الاول مثال اوضح لك بيه، او اقول لك على حقائق لازم تكون فاهمها يعني عشان اوضح لك بيها فكرة الاكلة. لما تيجي تكون عايز تشوف او تعرف سر الناس اللي بتعرف مثلا تعمل مال، تعمل فلوس، هتقرب لرجال الاعمال، هتقرب للناس اللي بتشتغل في البيزنس، فهتشوفهم، هتعرف وعيهم، هتعرف افكارهم، هتعرف طرق الربح بتاعتهم. كل الحاجات دي هتأثر فيك، ولو انت واحد منهم اكيد خلال فترة بسيطة جدا هتكون انت زيهم. تمام كده؟ نفس الامر يا صديقي لما تكون في نطاق اهل عندهم مشكلات وبيعانوا من كذا وبيعانوا من كذا وافكارهم كذا ووعيهم كذا وحياتهم كذا، انت هتلاقي نفسك نسخة منهم. بل ممكن كمان عشان تستغرب اكتر، انه لو جبنا مثال على البنت مثلا، البنت اللي طلعت في بيئة غير سوية او عندها مشكلات ما بين الاب والام والجد والجدة والاسرة مش عارف مالها والاخير، اعرف ان حياتها او اعرف ان حياتها هتكون نسخة كربون من اللي عاشته لو ما تحررتش وخرجت من النطاق ده. كذلك انت يا صديقي لو تشوف نظرة ابوك واهلك عن العمل او عن المال او عن الوضع الاجتماعي والى اخره هتلاقي نفسك نسخه منه. الفكره كلها لما نيجي ندي مثال ونقول احمد، نجيب شخص، شوف اي شخص في حياتك وقول احمد وضعه كذا، ليه؟ مكوناته ايه؟ هتلاقي المكونات اب وام حالتهم كذا، وضع اجتماعي كذا، حاله المجتمع اللي بيعيش فيه كذا، الجيران، كل حاجه في حياه احمد تؤثر ان هو في الاخر يبقى بالشكل ده. يعني وصفة انك تحط شوية ملح على شوية كمون، او يعني تحط الجيران دي مع الاهل دول مع التعليم ده مع الفكرة دي مع الوعي ده يساوي في الاخر النتيجة دي. فلو النتيجة دي حابب انها تتغير بالحلم مش هتتغير طول ما المكونات بتاعت الاكلة هي هياها. انا هعلمك تعمل اكلة مختلفة بس اصبر معي. طول ما مكونات الاكلة اللي هو الاهل، الجيران، المجتمع، المحيط بتاعه، درجة الوعي، الفكر، كل الحاجات دي زي ما هي بنفس المقادير دي هتسوي في الاخر نفس النتيجة دي. فلما تيجي انت عايز تغير وضعك اطلب منك حاجة واحدة بشكل بسيط، انك انت شوف انت عايز تكون ايه، عايز توصل لايه، حدد هدف كده. والهدف ده اختار له عينة من الناس، بعض البشر يعني بعض الناس اللي نجحت فيه، وابدأ اقرأ عنهم، ابدأ شوف حياتهم وتفاصيلهم. اكيد مش هتلاقي جيرانك هم جيرانهم يعني، واكيد مش هيبقى نفس الاب والام، واكيد مش نفس المجتمع اكيد لا، لكن انت هتقدر انك انت تجيب ورقة فاضية، ورقة بيضة، وتضع دايرة في المنتصف بتاع الورقة في النص كده، تعمل دايرة واكتب اسمك انت ده. في الوضع القديم انت حواليك اب وام واهل وجيران والى اخره. هتقول لي طب هو يا سواح احنا هنقدر نغير الاب والام نشيلهم؟ لا، لكن انت ما كنتش فاهم ان تاثيرهم عليك ضخم، وان تاثير جيرانك عليك ضخم، ولو بالايحاء ولو بالنظره ولو بالظن.
وان تأثير اصحابك عليك مهول جدا. الصحاب بالذات يا صديقي، الصحاب اكتر من اهلك نفسهم، لان هم اكتر ناس بتجلسك واكتر ناس بتكلم معاك واكتر ناس بتشكل وعيك. لما تيجي تشوف كل دول هتقدر انك انت تفلتر. في ناس هنقدر نفلترها خالص، وفي ناس مش هنقدر. الاب والام مش هنقدر، لكن نقدر نعمل حياد، نعلن حياد ان انا بنفصل عنهم، بانفصال نفسي، انفصال بالوعي، انفصال بالفكر. هم لهم زمنهم وانا لي زمني، هم لهم وضعهم وانا لي وضعي، هم لهم فكرهم وانا لي فكري. فقط كده انت حصل انفصال، حصل انعزال كده. طيب نيجي على الجيران، نفس الامر. في ناس ممكن تقول لي والله بحكم العشرة وبحكم السنين والزمن مش هقدر ان انا اقاطعهم. هقول لك نفس الامر، اعمل معهم زي ما عملت مع الاب والام. ان كنت تقدر بقى انفصال تماما، انفصل تماما، ابعد تماما، انعزل عنهم تماما، تمام، عشان محدش يشكل فيك ولو بالظن زي ما قلت. طيب نيجي للصحاب، اكتر ناس هقول لك محتاجة تتفلتر، والفلترة هنا هتحتاج مشرط جراح، هتحتاج انك انت تعمل عملية جراحية. يعني ان انا هنفصل عن فلان، يبقى انفصال، مفيش بقى ان انا حيده، مفيش بقى ان انا اتكلم مع قليل، لا انفصل، فلتر تماما. كل الحاجات دي هتخليك في الاخر هتجيب الورقة الفاضية البيضة دي، هتحط دايرة تاني، ورقة جديدة، دايرة تاني في النص، تكتب اسمك وتعمل بقى وصفة الاكلة اللي انت بتعملها. احمد او امنية او مهما كان انت مين اللي بيعمل الوصفة، وابدأ احط شوية ملح وشوية بهارات. شوية الملح هنا اب وام انت بتواصل معهم، هم اهلك، لكن ما بيأثرش على وعيك. الوصفة هنا فيها فلان صديق واعي، حد فكره محترم وبتحب انك انت تتكلم معه وتقربه منك. الوصفة هنا فيها حد بيصدق فيك، حد قادر يغذيك بظنه انك انت هتنجح وهتفلح وهتقدر. الوصفة هنا فيها فكر، فيها كورسات، فيها كتب، فيها افكار، فيها سيرش على معلومات. الوصفة دي فيها محيط مختلف، فيها مجتمع مختلف، ولو حتى مش عايش فيه، لو المجتمع بتاعك سلبي او سيء او لا يوحي باللي انت عايز توصله، هتقدر انك انت من وقت للتاني تزور مجتمعات اخرى اكثر انفتاحا. مش شرط، عشان ما تقوليش انا مش هقدر اعيش فيها دلوقتي، مش شرط، يكفي الزيارة. حتى لو انت مش قادر تعيش فيها، يكفي الزيارة، تشوف اهلها، تشوف فكرهم، تشوف طريقة عيشتهم، تشوف اسلوب حياتهم، كل الحاجات دي، كل المكونات دي في الورقة البيضة اللي انت بتعمل فيها وصفة الاكلة، هتديك نتيجة في الاخر اكلة حلوة قوي، هتديك في الاخر النتيجة اللي احنا عارفين وضمنين انك انت لو وصلت لها خلاص هتكون انت عديت وتخطيت مراحل كبيرة جدا 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 جدا. مش هتفيدك انت بس، هتفيد اللي جاي منك بعد كده. ان كان ابوك وامك توارثوا واقعهم من ابائهم وامهاتهم، فانت على الاقل خد القرار انك انت تبقى الحد الفاصل، ان ما اللي ما ينقلش نفس التسلسل ده لابنائك واحفادك والى اخره. نقطة ومن اول السطر، نقطة ومن اول السطر، خليك انت بقى النقطة وانت البداية من اول السطر. ركز يا صديقي، وبشكل سلس هتقدر تعمل الوصفة بتاعت الاكلة دي، انك انت تعمل اكلة مختلفة. ان كانوا اهلك طول الوقت بانتاجهم كله مثلا اكلة معينة، بلاش نقول مسمى، انت هتقدر بوصفة جديدة تغير كل اللي جاي باكلة تانية مختلفة. لعل وعسى يجي من بعدك، يجي منك، من ابنائك او احفادك، اللي برضو يعمل فصلة من اول السطر، فيغير المسار خالص ويحسن المسار اكتر بكتير من محاولتك انت. مش هطول عليكم، هيكون في حلقات مكثفة بمشيئة رب العالمين. لو حابب تتواصل معنا تقدر تتواصل على الرقم اللي ظهر امامك على الشاشة. نلتقي على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.